أتواصل أيها الإخوة مستمر ووسمية لمانع بن سالم بن مانع الغويص. سلامي عليك يا مانع الكابتن، بسميك المميز اللي فاجأنا في اللحظات الأخيرة أيها الإخوة، فاجأنا في اللحظات الأخيرة إلى رأس الخيمة. نودي السلام إلى رأس الخيمة، نودي هذه السلامات. التهاني دائما موصولة لمحمد بن راشد بن مرخان أيها الإخوة الإجسبي صاحب المركز الأول بعد قرار لجنة خط النهاية. شكرا يا أبو ميرا، شكرا أبو سلطان على هذا القرار المميز. تهانينا لأبناء الإهباب، سلام عليكم، سلام تحية من ميدان الطي إلى أهالي ميدان الإهباب بهذا الفوز، فوز إنجاز أيها الإخوة. صاحبة هذا الشوط المميز، صاحبة هذا الشوط الجميل ما شاء الله، الشوط الأول اللي ما شاء الله مسيطرة تقريبا باللوحة الألف والكيلو الأخير أيها الإخوة. شوط جديد، شوط جديد لا يقل أهمية عن بقية الأشواط. نتمنى إن شاء الله التوفيق، شوط خصص للجعدان، نتمنى التوفيق. الأسد الصغير، الأسد الصغير اللي يقدمنا جديدة هنا مع شاهين محمد بن خليفة بن محمد بن سيف بن حسين العليلي وصل رعد خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري ثاني المراكز، المركز الثالث. أيضا هناك غاير منصور بن سيب بن خلفان لغويص، انتقل وياكم إلى المركز الرابع. هناك مغامر سالم بن راشد بن سالم بالشاوي لغفلي وفي المركز الخامس. أرى في هذه اللحظات شعار محمد بن سعيد بن حلوة الاجسمي من يقدم، هناك أحد أساميه المرعبة. نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى التوفيق. أشوف أخرني شوي ولا شعار الرامس، شعار الرامس هذا يحمل الرقم 13 ولا 12 يا جماعة. أيضا بنتعرف عليه أيها الإخوة، الشباب 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 محمد بن سعيد بن حلوة. هكذا كانت نتيجتنا، هكذا كانت نتيجتنا، هكذا كانت أهدافنا، هكذا كان عنواننا. نتمنى إن شاء الله في هذه الصباحية الجميلة التوفيق للجميع، التوفيق للجميع لهذه الشعارات المثالية، هذه الشعارات الجميلة في افتتاح هذا الموسم، في افتتاح هذا الموسم. هذه بداية خير نحن بنقول إن شاء الله، والقادم أفضل، القادم أفضل، والتوقيت أفضل. أيضا هناك لهجائزة من ناصر صاحب قراج شلبي، نتمنى التوفيق. شكرا يا ناصر، شكرا يا ناصر على هذه الهدية الجميلة لإخوانك في هذه الرياضة العربية الأصيلة، لمحبينك في هذه الرياضة العربية الأصيلة. قراج شلبي يقدم لكم هدية ثمينة لصاحب التوقيت الأفضل. سن الحقاقة واللقاية، عوده من جديد إلى مقدمة الشوط، عوده من جديد إلى بالشاوي وإلى الحميري وإلى أيضا هناك إلى الأغويز. وصلكم بعبيد، وصلكم بعبيد مع ديم أحمد بن عبيد بن حميدان الحاضر في اللحظات المميزة، هذه اللحظات المميزة. الله فيك عرقل من عنانيفي، فيك ركض الخاطري سرة، غاربك ناحل كم السيفي واللحم ما يايده مرة 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 أبدا. ما شاء الله خفاف ما شاء الله على الشوط، خمسة أسامي، خمسة كواكب أيها الإخوة من هذا الميدان وخارجه، ولكن بالشاوي، بالشاوي والحميري أيضا عديم واصل، عديم واصل. أحمد بن عبيد بن حميدان بالشاوي، هناك من يقدم مغامر سالم بن راشد بن سالم بالشاوي، أيضا رعد خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. لمن الشوط الأول؟ لمن الشوط الأول؟ لمن الشوط الحساس؟ لمن الشوط الجميل؟ الشوط الأول يا عرب غير حساس، يا أهل الحين حساس، يا بالشاوي يا بالشاوي. هل اللبس يتريون؟ هل العوير؟ هل العوير ولا اللبسة؟ العوير ولا اللبسة؟ الكل قادم، الكل قادم، ولكن غامر بالشاوي، ما غامر إلا على السبوق، ما غامر إلا على السبوق. اللي يريح أعصابه، وأبو عبيد حاضر، حاضر ممثل هذا الميدان. أيضا مع عديم، عديم عديم ولا مغامر؟ مغامر ولا عديم؟ مغامر ولا عديم؟ الله يا بالشاوي، سق الله داركم يا هاني اللبسة، سق الله داركم يا هاني اللبسة. سالم بن راشد بن سالم بالشاوي الاغفلي على هذا الفوز،
المميز، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، عديم عديم أحمد بن عبيد بن حميدان ثاني والناموس المركز الثاني، سالم بن راشد بن شاوي المركز الثالث، محمد بن سعيد بن حلوة المركز الرابع. أيها الإخوة، هناك محمد بن عتيج بن عبيد بن حارب الرميثي وفي المركز الخامس حليفة خليفة بن عبيد بن خليفة الحميدي. هكذا كانت النتيجة. توقيت الزمن 4:35 2:52 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.